يعني أنت صاعد كثير منذ البارحة. منذ البارحة مع العصر. منذ البارحة مع العصر. أجل. وأنت صاعد فيها وهي في غيبوبة. ماذا قلت؟ وأنت صاعد فيها منذ العصر منذ البارحة. منذ البارحة طوال البارحة منذ العصر والليل كاملا والنهار كاملا وغدا كاملا وسوف أنصرف. أنا رسول الله جئت لمدة 3 أيام فقط، وأنت ربيع تعلم بهذا. قل له. طيب أبشر 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 أبشر. قل له. هم يصفوا هذه المجنونة 3 أيام إلا رمزة. صح. أهذا صحيح؟ طيب اسمعني جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع. تقصك معي اليوم قصة. أجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للإسلام بحق. أجل. كما يحبه سبحانه وتعالى. وأن يستعيننا في مرضاته كما يحبه هو سبحانه. أجل. فالإسلام هو دين الله. أجل. دين واحد لا عوجة فيه ولا رواغان فيه. أجل. واسمعني حتى النهاية. أسمع. اسمعني يا عبد الله. أسلمت لله جل وعلا وهذا لا لا أنت لا تفهم. أنت مسلم. أنت مسلم. أنا في الأرض مسلم. مسلم مسلم. وجئت لتؤدي رسالة الله جل وعلا. أجل. طيب أنا فاهم. أنا دعني حتى أتحدث. أجل. على مهلك حتى تفهم. أبشر. فأنت بإذن الله جل وعلا جئت لكي تبلغ رسالة الله. أجل. وتؤدي الأمانة التي أعطاها الله بك. أجل. فأنت تجول في الأراضي والسماوات من أجل أجل. أن تكون ناصر المظلومين. كبير. طيب قمعي. أنت أسماء وزوجتك لا تعلم هذا. طيب طيب اسمعني. إلا أنت. طيب اسمعني. أجل. أنت من الجيل الذين يطيرون في الهواء والفضاء والسماء. كبير. طيب اسمعني. أنت ما شاء الله طيار كبير من خلق الله الذين في الهواء والفضاء. أجل أجل أجل. أجل. وأنت مسلم أبا عن جد. أجل. أبا عن جد. ورسالتك في هذه الدنيا أن تنصر المظلومين. أجل. وهذا هو سببنا. أبشر أبشر أبشر. هذا هو السبب الذي أجبرني على تلبس بجسد الطفلة البريئة. أبشر أبشر. هذا هو السبب الذي جعلك تلبس بجسد يعني كي تنصرها 3 أيام. أجل. أبشر أبشر. فقط وسوف أنصرف بعد العصر. ودخلت البارحة بعد العصر وتقول لك ستنصرف غدا بعد العصر. أجل. غدا بإذن الله. أبشر أنا معك. لكن أفعل جيدا. طيب أنا أسمع. نحن في البداية نحن في البداية اسمعني. السؤال الأول. قل لي. نحن الآن كما قلت أنك جئت ناصر للحق. أجل. والله يعلم ويشهد. جيد. وأنت تعلم وتشهد. طيب جيد. طيب سؤالي ماذا نصرت من البارحة إلى اليوم؟ نصرت. نعم. جميع الأزهار فكيتها بيدي وزوجته تعلم كل شيء. أبشر أبشر. خير إن شاء الله. فكيت السحر الأول هو سحر أختي مع أبوه وهو أبوه بوشعيب وهو طيب. السحر المدفون مع بوشعيب كي يشتري لهم المنزل. هو يعلم هذا. طيب. اشترى لهم المنزل وأنا فكيت السحر وسوف يبيع المنزل كي لا يتجلى عذالة الظالم. كحلو. طيب أجل. طيب اسمعني. لأنه الكاهن اليهودي. اسمعني اسمعني عبد الله. أجل. أسمع. أسألني لا لست عبد الله. أنا إبراهيم. إبراهيم. أنت معك عبد الله. تبغى تشيل الصداع. أنت معك عبد الله. أنا لا أعرف شيء. أنا عبد الله. الله من أرسلك. طيب أبشر. أنت لا تعلم. أيوة أبشر. قوتك ليست قوتك. طيب قوة عبد الله. الله المستعان. طيب اسمعني. صلى الله يوفقك ويوفقك. الله ما لا يعلم لكن الله تعالى يمن ما شاء على عباده. طيب اسمعني ابراهيم. ابراهيم. قل. اسال الله جل وعلا يحيي فيك التوحيد كما احياه في قلب ابراهيم. اجل.
وصلى ابراهيم. نعم اسمعني جيد. انا ابراهيم. طيب اسمعني اسمعني ابراهيم اسمعني ابراهيم. طيب جميل ما قلته الى الان جميل. قلني واجيبك. طيب ابشر. انت مسلم ابن عن جد. ابن عن جد. وانت لم تاتي بسحر وانما جئت لكي تنصرها لانها مظلومه. البارحه فككت. وما يعلم جند ربك الا هو. وانت جند من جند الله. ماذا قلت؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. اي انت جند من جند الله. جاء الله بك كي تكون ناصرا. كي تكون ناصرا لها. وهذه منة ونعمة ساقها الله لها. ستعلم الان. نعم. اكذبتني وعذبتني. لا ان شاء الله ما تعذبني عذبك. قلت لها اتصلي قبلا بالشيخ. ابشر 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 ابشر. واساليه ان تعذبي. طيب اسمع. لا 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 يجوز تعذيب المسلم. لا يجوز. لا يجوز. هذا ما قلت لاسماء. عذبت جسد الطفل باطلا. انا اسماء. هي منبهرة الان. طيب ابشر. انا اخذرها. هي منبهرة مسكينة لا تدري ماذا يحصلون. انصرفي وسيخبرك ربي. طيب. الشيخ سيخبرك. ابشر صحيح. ابشر 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 ابراهيم. ابشر ابراهيم. قل لي. طيب قلت انك ابطلت السحر الاول والثاني. اجل انا اعدهم لك وهذا بيوتي امامك سيخبرك بكل شيء. السحر الاول. اسمعي اسمعي النقطة الأولى. اصبر عبد الله. السحر الاول مدفون جلب مرمى القمامة بجانب منزلهم القديم جانب الطريق. هو يعلم. طيب. هو أذنب. طيب طيب. هذا السحر الأول. طيب. السحر التالي يوجد جنب الصور في منزل والده بالأرض محطوط. هو يعلم هذا ويمكر حتى الآن. لهذا أنا هنا. وإلا انصرفت البارحة. طيب. لأنه أنكر. أصبر. هذا السحر التالي. الثالث بالمطمورة. العربية. جنب الزرع عند أبي أجل ربيع أجل عبد الله. في المطمورة كبير. هو من صنعه بأيديه. حط السحر بيده. أنا أخبرته البارحة أني جند من الله طيار مسلم سوف أفك الطفلة. اعترف ويبقى الأمر بيني وبينك. اسمعني إبراهيم. ولا يعترف. طيب إبراهيم إبراهيم. سأخبرك بالسحر الرابع في البحر. بجنب الصخر بجنب السيد عبد الرحمن. يا سيدي عبد الرحمن. عبد الرحمن أترمي السحر بجانب عبد الرحمن. يا ويلتا. يا ويلتا. السحر الرابع. لا زال ينكر. لا أنا معنا قبل أنا أتكلم معك. رمى السحر الرابع. خمس. الرابع. الأول بجنب القمامة. نعم. والثاني بجنب السور. نعم. والثالث في المطامر. نعم. والرابع في البحر. نعم. أأنت معي؟ نعم نعم. رماه جنب عبد الرحمن. طيب والخامس؟ هذا عبد الرحمن. والخامس؟ يوجد عبد الرحمن في أبوها. طيب والخامس في منزلها في إيطاليا. في غرفة نومها. في النافذة. أنا من فكيته. يا عبد الله. طيب واضح. هي خلاص. أصبر. يوجد سحر سادس. أبشر. في سرير أمي. في سرير أمي. في منزلهم الجديد. تحت
سرير ملصق بإحكام، إذا ذهبت الآن وجدته مفكوك مبطول، فقط دليل قاطع. يوجد سعر سابع في منزله، قل للشيخ في منزله تماريس، هو وهي منزلهما في البحر، سواه في النجاسة، ذهب في الخبث، وأنا أرسلت جنود الله مسكوا الخبات وغاصوا كي يفك السحر بالمرحاض. هو من سواه، هو تاب الآن. أصبر، هذا التامن يوجد كثير، واحد في ماذا تسميها؟ قارورة. قارورة؟ لا، أجل، يعلم هو من سوى بيده باللصاق، تحت المجاري، تحت المجاري باللصاق، هو من سواه بيده كي يكرهها زوجها الأول ويطلقها ويأخذها هذا، وانقلب هذا السحر عنه وقيد حجره لمدة 3 سنوات من أجل الخبات في المرحاض. يوجد أمر آخر، 9 أصحار، 9 في تحت المنزل بإيطاليا، هو يعلم مخبأ يوجد تحت المنزل، لديه مفتاح هو وهي، وضعه فيه. هادو 9 أصحاب، أنا فكيتهم البارح. إبراهيم، خلاص، أنا شوف، أنت وثقت بي غصبا عنك، وثق، لأن إبراهيم عبد الله وجنبك عبد الله، وسوف ينصر الحق حالا. أبشر أبشر أبشر. وهذا، أتعلم من يكون هذا؟ قل له. من يكون هذا؟ عبد الرحمن. طيب أبشر. عبد الرحمن. طيب ممكن تسمعني؟ أسمع. تسمعني؟ أسمع. تحدثت بما فيه الكفاية، وأنا سمعتك من الأول حتى النهاية. قلت كل شيء. طيب أبشر بكل خير. هذا ما أريده. أبشر بكل خير. هذا ما أريده. يفتضح الظالم. أسمع. السحر فك والشياطين انصرفت. طيب أبشر. جميل. قلت لي أسماء وزوجتك ولم يصدقها. طيب. وأنت صدقت الأمر. أبشر. 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 أصمت عبد الرحمن. طيب أبشر. اسمعني جيدا. أسمع. أنت الآن تدل على أسحار. أجل. بدقة. أجل. لأني فكيتها بيدي. طيب أبشر. هو من أخبرني المكان. أسمع. كنت لا أعلم. أنت مأجور على هذا. طيب اسمع. أجل، هو لا يعلم هذا. هو من أرسلني لجميع الأصحاب أمام والديها. طيب. أنطق بما فعل البارح. طيب اسمعني جيدا. إبراهيم. إبراهيم. أجل. إبراهيم. أجل. الإسلام يضبط العلاقات والمعاملات. أجل. وأنا أحترمك، فلا بد أن تحترم المجلس. أجل. فاسمعي جيدا. أجل. قلت أنك جئت من مسلم طيار. أجل. وجئت من أجل أن تؤدي مهمة. أجل. بورك. 3 أيام. طيب اسمعني. اسمعني حتى النهاية. أسمعك. وأنت الآن لا ترد ضرر لهذه الأمة. نعم. أنت لا تريد أن يضرها شيء. أبدا. أبشر. أبدا. طيب اسمعني. اسمعني جيدا. أنت الآن تدل على كل سحر باسمه وبمكانه وأخته. أتعلم هي أين كانت؟ أتعلم عبد الله؟ كانت في مكة. طيب اسمعني. وكانت مزوجة هناك. طيب اسمعني. اسمعني. وصلت. اسمعني. اسمعني. ودعت. كيف كانت في مكة؟ هي
كانت مع زوجها فهد معه جنود الله. كانت متزوجة وكانت تسكن في السعودية وكانت تذهب إلى مكة. طيب اسمعني. حجت مرة واعتمرت اثنين. ما شاء الله. طيب اسمعني. اسمعني حتى النهاية. أسمعك. لولا أنك نطقت بهذا الأمور ما كنت أعلمها. أجل. لأنه لا يقول لا نحن نغوص في الأمور خاصة لكن أنت لا تعلم. مجبر لأن الله من أرسله إليك. أي بكشي اسمعني. هو من جاء عندك. أي اسمعني بأمر من الله. نعم كل شيء بخير. أنا كنت لا أدري عن هذا. زوجته لا تدري عنك. هو من يستمع إليك دائما لأن هذا من أمرك. طيب أبشر اسمعني. أسمعك إبراهيم. نعم إبراهيم اسم جميل. الذي أريد منك وأنت أكيد تعلم هذا أن لا نريد أن تضر هذه فتك بأي شيء. نعم ملغوش حاجز أذيها أبدا. طيب ألا تعلم أن ألا تعلم أن صعودها أن صعودك أنت 3 أيام يؤذيها؟ جاوبني. أجل يؤذيها كثير. هو من تسبب. يجب أن يتعالج. اسمعني. أنا أتكلم مع مسلم لا أتكلم الآن مع الإنسي. أتكلم مع أجل وأنت تعلم هذا أني لن أطير إلى أن تتجلى العدالة وأن يطيح أمامك ويقول بلسانه جاء به إلى هنا وسوف تنظر كيف سأذهب أنا. إبراهيم أسمعك. اسمعني الآن حتى النهاية. أسمعك إلى النهاية. اسمعني. أسمعك. صلى الله عليه. أسمعك. قلت لك قاعدة وهي أنك نحن جميعا لا نريد لها أذى أو ضر. أكيد. جيد جميل. وسألتك سؤالا. أنت تعرف أنك صعدت يعني يومين وقلت بعد العصر. واسمعني. يعني صعدت من البارح بعد العصر. بعد العصر. ونحن الآن في العصر. يعني اسمعني تقول 3 أيام هذا يضر عقلها وأعصابها. اسمعني جيد. سأسمعك. تعلم أن هذا يضر بعقلها وبصرها وحواسها وقلبها ونفسيتها والأمر ليس بالأمر السهل فأنت الآن تجلي لله عز وجل قوتك في الحق صح؟ تبين الله تعالى قوة الحق جيد وأنك جند من جند الله تدب عنها وتدافع جيد لكن أنا سمعت منك وأقبل منك كثير من الأمور التي بيّنتها ولكن لا أقبل منك أنك تبقى صاعد 3 أيام وهي في غيبة تامة وتؤذي عقلها واسمعني وابقى معها ما شاء الله جميل يعني أنت بنجت جسدها اسمعني أنت خبرت جسدها لا يؤثر بهذا لأنها تخاف من الثلج هو يعلم هذا وخذ الثلج وأطعمها وسوف ترى لأن هي تكره الثلج حتى ماء بارد لا تشربه قل لهم لكن أنا خضرت جسدها سبحان الله هذا حكم الله نعم وأنت تعلم حكم الله أنزل بيوتي كي يفك كل شيء وأنا سوف أنصرف غدا يتحدى هذا المظلوم ابكي توبة لله هذا الثلج تأكله ولن تتأكل إبراهيم أجل هذا هو الحق خذ الثلج وعذبه وسوف ترى إبليس سوف يطلع ويخبرك بأفعاله القذرة أنا مبلل أجلس حسنا عبد الله
عبد الله هنا. من العرب الشباب. أنت طيب ربيع وتعلم عبد الله. عشر علامات وهذا يتهاون بي. عشر علامات عندك وهذا عبد الله رسله الله لك. لأنك طيب. بارك الله فيك. والله والله الذي لا رب سوى لا أعلم بحال عبد الله. وهي وهي وأبيها وأبوه وآدم وطفلتها معهم جنود الله. اسمعني يا شيخ إبراهيم. اسمعني. أذكرك بنقطة واحدة معك. حينما صعد الجني المسلح الذي اسلم اخر من اسلم في جسده في الجزر هنا ذهبوا كلهم. اسمعني انا فقط اذكرك. اجل الافعى انا متذكر. نعم هو يستهين. الافعى اخته من ارسلتها. والثاني سامحني يا شيخ. اصمت انت. ابراهيم انا والشيخ ابراهيم. حسنا ابراهيم. حسنا إبراهيم. حسن أنا جئت لأذر رسالة. إبراهيم أسرع يا شيخ دعني أطير. عذب جسدي هذا. إبراهيم أسرع. اسمعني جزاك الله خير. أسمعك. فأنت قلت الآن كنت شاهد على ما وقع. أقول أذكرك بأمر واحد. ما هو؟ أجل أقول حينما أسلم آخر من أسلم لله جل وعلا اشترط شرطا. كريم اسمه كريم. اسمعني اشترط شرطا وهو لا بد أن يتجلى الكبير الذي في بدن الزوج. اسمعني ماذا؟ أنه يظهر الكبير شيطاني في بدن الزوج. أجل وماذا صنعت أنا؟ بعدها وعدته بهذا وقمت برقيه وبدأنا في تعذيبه صح؟ لا عبد الله. اسمعني جيدا. لا يا عبد الله. لا هذا الذي حصل. هذا أنت تكون معنا في الجلسة حين أدخلته وحده. ماذا؟ دخل معي دخلته غير بوحده. أي جلسة؟ الأخيرة التي كانت معه جاء وحده. هذا؟ نعم. اسمعني أنا وعدت وأوفيت بوعدي. أنا أسمعك. اسمعني جيدا أنا مسلم. أنا صادقك. وجاء كان معه والد كان معه الرجل هذا وأدخلته هو وفي الثلج وجلسة التعذيب وبدأ يشعر بالتعذيب. وهي كانت جلسة فوق. اسمعني جيدا. تكذبوا علي؟ والله ما لي. لا يكون الثلج عبد الله. أتكذب يا عبد الله؟ نسيت. أنا جند الله. نسيت. والله استغفر الله. أنا جند الله. نسيت. أنا جند الله. لا أعسد إبراهيم. أنا جند الله. إبراهيم خلاص. يا عبد الله. لا والله نسيت. والله نسيت. لا اكذب. لا اكذب. والله لا اكذب. هو يكذب. نعم عجز. هو يكذب. لا تكذب. لا تكذب. لا يا عبد الله. لا والله لا اكذب. انظر لي اجنحي يا عبد الله. نعم غير طيارة. نعم طيب. انظر ثلاثة عيان. ابراهيم بالله عليك خلاص. لا لا اقبل هذه الاهانة. لا والله ما في اهانة والله. لا اقبل ابدا. التكذب على ولي الله. لا اسمعني. التكذب على ولي الله. اسمعني إبراهيم. وأنا أعلم كل شيء. اسمعني إبراهيم. أدخلت أم لم أدخله؟ نعم. أدخلت إلى القاعة أم لا؟ قلت له أدخلته. لكنك رقيت. أصمت بلسانك فقط. ومن تريد؟ لم تعذب. طيب. حتى يطلع ابليس. طيب اسمعني المرصود. واسمعني. اصمت. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمعني انا ما كذبت عليك. نسيت. اسمعني جيدا. انا فعلا ادخلته كما وعدت اخر جني نطق هنا. لا اسمعني حتى النهايه. اسمعني تقبي. اسمعني اثق بي. انا جند مثله. حتى انت ثق بي خلاص. انت اثق بي واثق بك. نحن نتعاون على البر والتقوى. اسمعني جيدا. اذا ما دمت واعدت الذي ما فعل مثل ما فعلت أنت من الخير. اسمعني ومع ذلك جئت وأوفيت بك بوعدي له وجئت بالزوج وقلت إذن أنا لازلت على وعدي وهذا الخبيث لابد الذي فيه لابد أن يصحيح. أنت لا تكذب. لكن اسمعني لكن لا يجوز أن نعذب الأهل بهذه الطريقة. الإسلام ما أوصاني بهذا ربي. أخي الكريم الإسلام ما أوصانا بهذا. الإسلام ما أوصانا بهذا. أجل أوصانا بالرحمة. أجل إذا حتى تجلي للعالم. أجل ليس لي أو له للعالم. أجل. أنك قوي مسلم لابد أن تنزل أن يتكلم معنا. بيدي اسمعني
أي حينما تنزل أنت الآن ويتكلم مع الآن نعلم أنك قوي في الحق والإسلام. قوي. أي انزل وتكلم معنا. انظر. لا نعرف نعم جناح جناح أجنحة نعم. نعم لكن. سامعك. تكتبي يا راجل تكتبي أنا خفت على صلاح. فقط. تعذبت. لا لا قبلك. تعذبت وأنت تقتي. شكون معايا؟ حفصة. غادي يعاود يطلع عاوتاني راه من البارح ديما كيدير من البارح خاصو يعترف. طيب بلا سي بقى معايا عاد ما تكلمش ما تكلمش ما تكلموا لا ما تكلموش انا رجعت لا لا اسمع اقول كلمتان وسوف انصرف انظر انا مستعد كلمتان خفيفتان على اللسان انت مأمور أن تفك قيد الطفلة وقيد 23 طفلة سحرهم أفهمت لماذا أنا هنا؟ أفهمت يا عبد الله؟ أفهمت يا عبد الله؟ أنا رسول الله مجبر 3 أيام حتى يتوب هذا الكلب الزيوتي وسوف انصرف ازرع التوبة في قلبي سحر 23 بنت انطق باسمهم كلهم انا اعلمهم اريد ان لا انطق كي لا تتأذى الزوجة وكي يبقى ذرة حب في قلبي لا يبقى ان شاء الله أقول الأسماء وتقول أمام الشيخ وتفك البنات قول قول أقول قول قول أنا نسمع نسمي أنا بسمي ولا يطيق يجب أن تعذبه أول أنا معك أنا أقول لا تضيع عبد الله أمر تجسد الطفلة اسمعني جيدا أمر تجسد الطفلة إذا لم يفك أسر البنات كلهم لن أطير إلى غدا إذا لم تعذب هذا وتطلع ما في قلبي سوف آخذها إلى شيخ تاني وأنت تعلم ماذا أقول لأنك أنت عبد الله وأنت تقدر أنت أقوى من إبراهيم كذلك وأقوى من إبراهيم وعبد الرحمن. طيب اسمعني اسمعني الثلج وسوف ترى. اسمعني اسمعني اسمعني. أسمعك. أنتظر. أنت الآن تريد التعاون على الخير، لكنك تسلك مسلكاً في نوع من العصبية. اسمعني جيد. لا في نوع من الدفاع هذا كلام صحيح اساله اساله البارحه تحدثت بيني وبينه أسمعني. قلت له فك الاصحاب ابراهيم اجل انا ساضطر ان اخرج الزوج من القاعه حتى اتحدث اليك وحدك لا تخرج اسمعني اذا لابد هل تريد ان اساعدك في ان اذل هذا الخبيث اجل فلا بد ان تنزل انت وحتى تكون الجلسه اليوم ونتابع معه وأنت تراحب بإذن الله لكن وعد أمام الله ألا تصعد فيها إلا إذا أذنت لك إلا إذا أذنت لك إذا غادرت الآن ماذا ستفعل؟ ستجلس بجوار زوجها وتستمع إلى الرقية والموعظة وترى التعذيب هذا ما قلت قل عبد الله أهذا ما قلت سوف أغادر لا اسمعني جي قبل أغادر لا قبل أن تغادر حتى نكون هي وزوجها هنا وتعذبه وتطرد كل من في بدنه أطير وأرجع بعدها لا لا لا, لا اسمعني جي اسمعني جيدا حسنا أطير إبراهيم الآن إبراهيم اسمعني جلس تفضل أنت الآن مأمور بأن تؤدي رسالة مأمور من الله جيد وما أمر إلا ليعبد الله اسمعني جيدا وأنت تعلم هذا نعم اسمعني أنت مأمور أنك تؤدي رسالة وأنك تساعد أما وأنك تنصر مظلومة أجل جميل
أربع سنوات. طيب طيب جميل، اسمعني جيد اسمعني جيد اسمعني جيد، هذا كله في نور وهدى وبشرى وخير، لكن عندي لك طلب، هو أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى كما أنك تسعى في أن تسارع في الخيرات أمرك أن لا تسيء إلى هذه الأمة، لأن صعودك الآن بهذه الطريقة ثلاث ليالي وثلاث أيام فيه مشقة ومضرة على عقلها وعصبها، وهذا ظلم وإثم. اسمعني جيدا اسمعني جيدا اسمعني جيدا، ما تقوله أنت والله وبالله وتالله ما أعيشه معك كأني عشت قبل هذا طبق الأصل. صحيح، ما ليس أول مرة من يصعد ويبقى صحيح. يومين وكذا ويقول صحيح. أريد أن أنصر الزوجة، هذا شيء أنا سبق أن عشته والله. صحيح. اسمعني جيدا، لكن اسمعني، لكن هذه الطريقة أقول لك تضر بهذه المرأة. أنت عليك أن تنزل اسمعني وأن تبقى في وعيها حتى لا تحزنها، ونحن سوف نتكلف بإذن الله بهذا بالزوج. بإذن الرحمن وعد وعد، ولكن ليس اليوم دقة ضربة واحدة، اليوم وفي في حصص. اليوم كيف اليوم؟ ضربة دفعة لا يمكن. اسمعني لا تلزمني بشيء، علمه عند ربي في كتاب. اسمعني جيدا حتى أكون وفيا للوعد، مفهوم؟ كاسمعني وكاسمعنيش، المهم يطيب نفسك بتعذيبه، يصعد بإذن أنا الله. أنا لا أريد التعذيب. لا يصعد، أما قلت أن يعذب أريد أن يصعد إبليس، يصعد بالتعذيب والشياطين بالتعذيب، حتى هذا ما نريده، وقد تبين أن فيه فعلا، لأن في الجلسة بدأ يتحرك فيه. أجل. أنا أعلم هذا، وحينما يصعد سوف يتكلمون ويعترفون بكل شيء. سوف يصعد الآن، أنت أبدأ أنا سوف أطير. لكن لا اتفقنا، لكن اتفقنا على أمر آخر، ألا تصعد إلا بإذني، ماشي في البيت أو تطلع اليوم بإذنك. بإذن الله، أنا حينما أمرك، حينما تكون هنا وأتحدث معك في الجلسة أو كذا، اصعد حين خاطبني ويتبين الأمور، أما في البيت لا، في الطريق لا، خلاص اتفقنا، عهد، عهد المسلم، عهد المسلم. أصبر قليلا كي أتشاور. نعم إن شاء الله. شاور مع راسك؟ لا مع من؟ أصبر أصبر. طيب أمرهم شورى بينهم. أي تنشي ورقة معك هذا العلاج كيفاش كان غادي تغير لنا العالم ديالي. يا رب بسم الله غتكوب جوج لي جي معك تحويج؟ ما هادو غادي حويج دغيا تكوب جوج جوج جوجكم في الدرجة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر من كل شيطان ساحر. الله أكبر من كل شيطان ساحر. الله
لسان الله أكبر من كل شيطان زاهد. عشت تسمك على أخوي رماتك مدي حموك. الله أكبر من كل شيطان زاهد. الله أكبر من كل شيطان سائر. الله أكبر من كل شيطان سائر. في الجسد شيطان سائر. في الجسد شيطان سائر. في الجسد شيطان ساحر. في الجسد شيطان سائر. في الجسد شيطان ساحر. 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 شيطان ساحر. شيطان ساحر. شيطان ساحر. شيطان ساحر. شيطان ساحر. عاشق ساحر. شيطان ساحر. عاشق ساحر. شيطان 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 ساحر. سحرها عظيم. شيطان ساحر. سحرها قديم. شيطان ساحر. سحرها عظيم. شيطان ساحر. سحرها قديم. شيطان ساحر. سحرها عظيم. شيطان ساحر. سحرها قديم. شيطان ساحر. شيطان ساحر. شيطان ساحر. شيطان ساحر. سحرها عظيم. شيطان ساحر. سحرها قديم. شيطان ساحر. سحرها عظيم. شيطان ساحر. سحرها قديم. شيطان ساحر. سحرها عظيم. شيطان ساحر. إبراهيم. إبراهيم. اسمع. إبراهيم. حسنا يا عبد الله سامحني. سامحني عبد الله. بسلم. سامحني عبد الله. بسلم. سامحني عبد الله. بسلم. سامحني عبد الله. من الأخوية. سامحني عبد الله. تدخلت بقدرة الله. اصمت انت. سامحني عبد الله. سوف اصبر. اريد ان اساعدك يا عبد الله. ليس بهذه الطريقة. سامحني عبد الله. سامحني. أنا رأيتها في كتفي. فهمت. رأيتها في كتفي. غسلت. إبراهيم. كاين شي حوايج اللي بغيتيها مواش. أنا فهمتها تفهمتيها. أجل. ولكن ماشي بالطريقة. أجل. سامحني أخي صلاح. سامحني لأني رأيتها في كتفي. أبشر. رأيت.
لا خلاص خلاص. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل شيطانة ساحرة، 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 الله أكبر من كل عاشقة ساحرة، الله أكبر من كل شيطانة ساحرة، الله أكبر من كل عاشقة ساحرة، الله أكبر من كل شيطانة ساحرة، الله أكبر من كل شيطانة ساحرة، الله أكبر من كل حية ساحرة، الله أكبر من كل شيطانة ساحرة، الله أكبر من كل حية ساحرة، الله أكبر من كل شيطانة ساحرة، الله أكبر من كل حية ساحرة، الله أكبر من كل عاشقة ساحرة، الله أكبر من كل حية ساحرة، الله أكبر من كل حية 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 ساحرة، حية 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 ساحرة، حية ساحرة، حية ساحرة، الله أكبر من كل حية سحرت، 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 الله أكبر من كل حية من كل حية من كل حية سحرت، الله أكبر من كل حية من كل حية من كل حية ساحرة، سمها عظيم سمها حيا بشمال سكنات،
هيا في الشمال هيا في الشمال هيا في الشمال سكنات بسم الله تفكوا قد الشمال أسهار الشمال قد الشمال أسهار الشمال قد الشمال أسهار الشمال قد الشمال أسهار الشمال تفكوا قد الشمال أسهار الشمال بسم الله تفكوا قد الشمال أسهار الشمال 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 تبقى 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 قد الشمال أسهار الشمال شيطان
واحلل عقدة من لساني يفهم قولي واحلل عقدة 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 من لساني يفهم قولي تدريجيا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله تحرق كل حية شيطانة بسم الله تعذب كل حية شيطانة عاشق حي شيطانة ساحر حي شيطانة سكنت بسحر عظيم من الأقارب والقريبات سكنت من الصغر من الصغر بسحر الأقارب والقريبات سكنت بعلم وأضرب بحث وأضرب بغرورة من الأقارب والقريبات سحر عظيم بالسلاسل والفتح والدم بالأخفان والفتح والدم بالنجاسات والفتح والدم بالصور والفتح والدم بالآثار والفتح والدم سحر عظيم إبراهيم انت لا تعلم شيء مهم جدا
وهو أن الحي إذا كنت أنت تتحرك، اسمعني اسمعني، إذا كنت أنت تحرك الجسد وتصرخ وترمي عليه لصالحها، أنت تعمل لصالحها ليس لصالحها، وبالتالي اسمعني تكاد تصعد أنت توقظه وتوقظها ونعيد من جديد وطلب الجهد، لأنها قوية تحتاج إلى تركيز. اسمعني وتحتاج إلى تركيز. اسمعني واسمعني، سوف انصرف. اسمعني اسمعني، انظر اسمعني جيدا. طيب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر من كل ساحر أحاط بالجسد ظلما الله أكبر من كل ساحرة أحاطت بالجسد غلما الله أكبر من كل منافق أحاط بالجسد غلما الله أكبر من كل منافقة أحاطت بالجسد غلما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشغلون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك سلطانا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس بخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا
حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من هو أرجع أنا فكيت السحر في البحر، الحية أنا من أطلع. خش خرج أنا هو أجي رأي. لا خش. لا أنت خرج أجي جسد رأي أخليه أبو يخرج. نعم صافي خليه بقى ما ينسي. اسمعني مزيان ابراهيم، اسمعني جيدا، اسمعك جيدا. نمضي في خطه واحده. نعم هذا اريدك ان تعلم. طيب اسمعني جيدا. انا معك. اسمعني جيدا، انت اصلك الله. نعم. ولعل فيك خير. اجل. طيب اسمعني جيدا، سواء كنت سوف تدل على وجود الحية في الشق الشمال أو لا، كنت أنا سوف أسير في هذا السير وبدأت أكيد فيه. أكيد أنت الأقوى. أنت الله عبد الله. الله الله جل وعلا القوي. أنت عبد الله. اسمعني جيد إبراهيم، أنا فقط ألاحظ. جيد جيد. أنت القوي. طيب بعد الله. طيب استمع. طيب اسمعني إبراهيم، أنا لا أنت لا تعلم هذا. طيب اسمعني إبراهيم، اسمعني إبراهيم، أسمعك. أنا عندي منك طلب واحد. قل. أنا أساعدها وأساعده وأساعدهما وأساعد كل شيء. أنا ساعدتها. طيب اسمعني. ينتهى أمرها. اسمع اسمع. الطلب تحدث عنه فقط. أنا الطلب الذي عندي الآن. قل. أنا لا شوف أنا لا أعذب المسلم. قل. أنا لا أعذب لا المسلم. لا تقذر أصلا. لماذا؟ الله من يعذبك ويعذب. أنا لا أقصد بذلك الزجر. لا اقصد بذلك النهي. تكلم ما يجيب. طيب انا لا عبد الله اسمعني، انا لا لا اهدد كل شيء. تعلم وانا اعلم. طيب اسمعني. عبد الله طيب اسمعني اسمعني، انا الان ابين لك حتى تفهم. كل واحد منا لا يرضى ان يظلم صح؟ اجل انت مكثك الان بهذه الطريقه ظلم لها. ماذا؟ بقاؤك على هذه الحال ظلم لها. عبد الله اذا لابد ان تنزل والا تصعد. وأنت شوف استمر في ثلاث أيام وليالي سوف أصل، لكن سراً ليس بالصعود هذا يؤذيها. إذن أنت لا تريد إخراج الحية. لا اسمعني جيداً، اسمعني جيداً عبد الله، اسمعني جيداً أنا معك. اسمعني جيداً، كانت سوف تطلع. اسمعني جيداً، أخته غطستها في الماء. اسمعني جيداً، الحية مجبرة. إبراهيم إبراهيم ماذا؟ اسمعني جيدا، اسمعك. اسمعني جيدا، كن قويا عبد الله. اسمعني جيدا، الله اعطانا جودنين صح؟ نعم الله اعطانا جوج ديال الودنين. جندي والله اعطانا قتلك جوج ديال الاذنين باش نسمعوا بزاف ونتكلموا شويه. انت لا 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 ما كتكلم، ما تخليش نتكلم. اسمعني جيدا، نسمع منك من تكون الموعظه وتكون فائده، لكن خلاص اعطيتني اشاره اسمع مني. انت لا تعلم ماذا يحول بي. لا حول. اخبرك بماذا يحول لكي تغير تفكيرك. اتعلم ما يحول بي؟
فكيت السحر الأول، فكيت السحر الثاني، فكيت الثالث، فكيت الرابع. الساحرة خطيرة. طيب اسمعني براهيم، أنا مجبر عندك. اسمعني براهيم، أنا قلت لعبد الرحمن. واسمعني براهيم، هو ضعيف وأنا أقوى منه وأنت الأقوى. وإبراهيم، نحن نتحد. يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم، وإبراهيم، وإبراهيم، اسمعني مزيان. إذن أنت سوف تعذب جسد الطفل. أبداً، إنما جسد الرجل. بسرعة جرب مرة واحدة. يدخل هذا، أصمت، يدخل مرة. إذا لم تصعد أعاهدك أمام الله، أعاهدك أني أغامر ولن أعود. أتقبل بهذا العهد أمام الله؟ اقبل عبد الله لآخر مرة. اقبل يا عبد الله. قول ادخل، قول ادخل، قول ارجع الحوايج الاولين. شكرا، اسمح لي. شكرا. بابا، بابا، بابا. اسمع، اسمح لي. خير 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 خير. يا ربي تشفيك يا ربي، يا ربي بنتي بوحدها. يا خير خير خير. عمري توقعني أنا أنتظر. حفصة. لا لا لا. إبراهيم هو طلع. سوف يخبرك. طلع طلع إبراهيم. أنت لا تصدقي. يلا كانت نازلة وطلع. قلت لها لا تعذبي الجسد الطفلة. قلت لها يا عبد الله اتصلي بالشيخ اولا. ابشر ابشر ابشر. انا ابراهيم. خلاص ابشر ابشر. تفك الساحرة من كتفه الايسر اخته من ارصدتها كي يبقى في الفسق والفجور. يهودية اخته. تفكه سوف انصرف وسوف يجازيك الله خيرا يا عبد الله. أنت جند الله. ابكي يا عبد الله، ابكي يا عبد الله، أنت جند الله. أبشر أبشر. ولا يروا جند الله عنده يدخلوا يتافة ولن يروا عظمة الخالق. الجد الطيار المسلم عبد الله معه هنا وهنا، معه هنا وهنا. أدخله بسرعة. هو جاي، هو جاي. أدخله بسرعة. تعالى الله تعالى أن أنصرف إذا لم تطلع الحي حالا. أنصرف. ساعدنا، ساعدنا بإذن الله. خير. ساعدنا. هو يعتقد نفسه ليس به خير. لا لا، هو تيقن فيه. أنا في الحصة الماضية هو أقول لك ما في قلبي، يعتقد أن ليس به أذى، لكن الأفعى الساحرة هنا وأنت يا شيخ. ألبس الجلباب مرة واحدة فقط وهي تعارض.
فكيت سحرها هي تعارض. شنو بالك يا شيختي؟ هي من تعارض عبد الله. ارجع ارجع يا عبد الله، ارجع يا عبد الله، ارجع. لن اغادر جسد الطفله حتى ترجع، لاني طلعت الحي من البحر وفكيت سحرها. سوف تتكلم الآن. أرجعه هي. اسمعني اسمعني إبراهيم. إبراهيم. نعم. أنا بطبعي الحلم والصبر، لكن اسمعني جيدا إن شاء الله. آخر مرة لما أنت عاهدت الله أمام الله أمام الله ثم يكسر، صح؟ أجل. لما الرجل غادي يطلع. اسمعني. لا. اسمعني غير تعيبس. وغادي يرجع. أجل. لكن فترة قليلة. قليلة. صعدت ما صعدتش. أعاهدك أن أطير. سير أخويا سير خمسة. لن أرجع. شوف 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 احسب الأمر لله سير. لن سير. أرجع. سير احسب الأمر لله، احسبه لله. أجل. صافي. يحتسبه لله. صبر 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 صبر. احنا كنا لله سير. الصبر لله سير. هي من تقول هذا. لا اسمعني جيدا سيدي دابا نساو مشى. هي من تقول ابراهيم اسمعني انا الى الان ما سالتش لك. لا لن تقدر لان الله من بعثني كي افك سحره. ولكن ما قالش كذا ما قالش هذا الامر في الشمال كي يرجع مع زوجته والا ستنفصل عنه. اسمعت ما اقول؟ لانه تزوجها من غير شرع الله في شهر أربعة، والله كاتب له أن يتزوجها في شهر سبعة. أتفهم عبد الله؟ أنا ما فهمش مش نفهم. سحرها كي تتزوجه في شهر أربعة، وشاء الله أن يؤجله لمدة سنة حتى تطلقت وتزوجها في شهر أربعة. وهي كانت ستتزوجه عند الله في شهر سبعة. أجل. لهذا أنا هنا يعطيك المال أكثر ما تشاء في جلسة واحدة. ستفعل معه خمس جلسات، يعطيك مال خمس جلسات في مرة واحدة كي أطير وأترك الطفلة. اسمعني جيد إبراهيم، الأمر ليس هكذا، الأمر يحتاج منا إلى فهم، ليس مسألة جلسات جلسات أو لأنها مطولة. أنت فهمت عبد الله، الله يشهد على قولي وقولك. لا تكذب عبد الله، أنت مؤمن يحبك الله. احذر احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله. أنا أعلم وأنت تعلم. ماذا؟ والله يعلم. ماذا؟ الغيب. ماذا؟ أنك بقوتك وجبروتك تطرد الحياة في لكن خمس دقائق. أنا لا اسمعني 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 اسمعني. لهذا أنا هنا. اسمعني 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 إبراهيم اسمعني إبراهيم. أنت لا أنت لا تفهم أشياء في العلاج في الرقية. إذا أنت جني نعم قوي مسلم طيار، لكن لا تفهم في الرقية. لو كنت أفهم لقتلت الحية. جيد. لجئت إلى هنا. وصف. أنت فهمت الآن الأمر؟ فهمت ربي ماذا شاء؟ اسمعي تكاد تصعد وانت تتسرع وتضرب بالثلج وهي تختبئ ونبقى هكذا ما يمكن. انا علمت بالثلج. اسمعي انظر شوف 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 حلف زمزم الان لا ما تجيش عنده. اسمعي هذه قل شوف قلت خمس دقائق وبعدها وعاهدت الله جل وعلا بقدرتي السميع العليم انك تنصرف. سوف تصعد هي وحتى إن لم تصعد أواصل معك. إن لم تصعد سوف أنصرف. هذا وعد الله. خلاص انتهى الكلام. بعد خمس دقائق ولا كلام معك. هذا وعد الله. بعد خمس دقائق ولا كلام معك.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله، 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 يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وقفوهم إنهم مسحورون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم بل هم اليوم بل هم اليوم مستسلمون 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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ومن أحسن من الله سوى ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذو حصون الأباء استكبارات الشمال في اليمين والشمال حيات حيات وتعابين كبار في اليمين والشمال بسم أقارب وقريبات في اليمين والشمال حيات 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 فاعي 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 تعابين في اليمين والشمال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله يدب حصون 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 حياد بالشمال بسم الله بسم الله بسم الله يتسلم يبقى الكرسي العظيم عظيم النساء 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 العظيم في لسان عظيم في كلام عظيم في لسان كريم في لسان عظيم في كلام عظيم يبقى الكرسي العظيم عظيم معقول عن لسان معقول عن كلام معقول عن لسان معقول عن كلام يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر 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 عظيم ما جئتم به سحر الله سيبطله 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 بسم الله 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 يتبقى كل حي شيطان حي شيطان حي شيطان أفعى شيطان في اللسان أفعى شيطان في الكلام أفعى شيطان على اللسان لسان 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 على الصخر في الكلام على الغرب في الكلام على البلاد في الكلام على القمح في الكلام التعطيل من في الكلام وجمال الكون وجمال الكلام وجمال المنطق والكلام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يتبقى كل حي عظيم على الفواحش 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 عظيم يبطل كل سحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في المجاري في المجاري في المجاري على ثوبه في المجاري على ثوبه في النجاسات على ثوبه في الدماء على ثوبه في القاذورات على ثوبه على مكاره الشيء وأخلاقه على جماله وقوامه على جماله وقوامه على جماله وقوامه سحر عظيم 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 عظيم
بقوت عظيم سر عظيم 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 بسلاسل عظيم سر عظيم 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 بعقد عظيم سر عظيم 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 بأسفار عظيم سر عظيم 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 بذبح ودم عظيم جاءوا بسحر عظيم خواد 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 بسحر عظيم لتملك القلوب والعقول لتملك العقول والقلوب لتملك العقول والقلوب جاءوا 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 إلى الله والغيبات بسحر عظيم بسحر عظيم في بيت عظيم في بيت عظيم في بيت عظيم في بحر عظيم في بحر عظيم في آبار عظيم في النار في الجمر في النار في الجمر عظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إبراهيم منزور كتام وإلى العذاب جاء الكلام تنزل ولا تعذب خلاص انظرت انزلها انزل انزل لما انزل هاي جاء الكلام مرش انزل يا رفيق هاي بسرعة يلا هاي رفيق هاي بسرعة هاي هاي تعاون على الوتقوى وقت العلاج لكن طول الوقت لا حرام يلا بسرعة بسرعة هاي بسرعة يلا بسرعة بسرعة سوف تؤجل العلاج نعم يلا هيا يلا هيا إذن انزل 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 أنت فهمت طب انزل انزل فقط قل خفمت انزل قل هيا فهمت الأمر فهمت أخي انزل هيا يلا هيا بسرعة سوف أنصر يلا هيا هيا بسرعة يلا هيا بسرعة هيا بسرعة سوف أنصر يلا هيا بسرعة عبد الله بسرعة هيا بسرعة بسرعة يلا بسرعة هيا شيخ أنت لك بسرعة لهنا بسرعة يلا هيا لا خلص تبقى فوعية يلا خلي تبقى فوعية مش طايقة الشيخة ماشي بلا وعي هلا خلص ما يطلعش ما كنتش وعية راه عارف دابا انا هذا لا دابا عاش فقس دابا هذا لا دابا عاش فقس لا دابا عاش فقس بعد فقس ما كنتش فايقة لا لا شوف لا لا يلا فقس دابا عاش فقس قول لي يا وخبين اللي كتسكن معاك فقس واحد شوية ترجع عاوتاني آه. لا لا كان عم كنفرق لا كنفرق لا كنفرق خلي انا وانا ما فايقاش ايت من عندك فيك ونشرح ليك مثلا لا دابا صافي